So you want to join Anonymous? You cannot join Anonymous. Nobody can join Anonymous. Anonymous is not an organization. It is not a club, a party, or even a movement. There is no charter, no manifest, no membership fees. مجموعة Anonymous كتعتبر من أقوى المجموعات الهاكر في العالم. ماشي جات وكانت أقوى مجموعة إلا وعدة أسباب. الحاجة الأولى اللي كتميز بها هي أنها مستقلة، أي ما تابعة لا الحكومات ولا مخابرات. الحاجة الثانية اللي كتميزهم هو أنهم مجهولين، من سميتهم Anonymous أي المجهولون. الحاجة الثالثة اللي كتميزهم هي أن أغلب الهجمات اللي كيديروا على الشركات كتكون لمصلحة الشعب. فالFBI يوم يطيروا باش يقلبوا عليهم ساعة الغلب. فما تنسوش تدعمونا احنا غط على بعض ونبداو على بركة الله. في المرتبة الخامسة إتش بي غاري، هذه واحد الشركة مختصة في الحماية المعلوماتية، أي الشركات اللي كيتعاقدوا معها باش تحميهم أي هاكر أو اختراقات، وهذه الشركة قوية لدرجة أن FBI متعاقدين معهم. المهم هاد إتش بي غاري في 2011 ناضو بغاو يبانو ناضين ويلفتو الانتباه، ناضو بغاو يخترقوا الأنونيموس، والأنونيموس ردت عليهم وقالت إتش بي غاري فعلا بغاو يخترقونا ولكن ما قدوش يعرفوا الشخص المسؤول عن المجموعة. في المقابل ناضوا واخترقوا الشركة ديال إتش بي غاري، الشركة من المفروض تحمي الشركات من الاختراق، وفعلا سرقوا معلومات حساسة مثل أسماء الموظفين والزيميل ديالهم والعناوين فين ساكنين، وأيضا هجموا على المدير ديال الشركة اللي اسمه آرون ديرز ونشروا عنوان البيت ديالو والرقم الوطني ديالو، واخترقوا موقع الشركة وكتبوا You brought this on yourself. Let us teach you a lesson you'll never forget. Don't mess with Anonymous. It's a warning other companies will no doubt take to heart. من بعد الهجوم والخسارة ديال آلاف الدولارات تم طرد مدير الشركة كوكلوكس كلان. هاد المجموعة كيدخلوا لها غير البيض، زي من الناس البيض، ومعروفين أنهم كيكرهوا أصحاب البشرة السوداء أو السمراء. هاد المجموعة معروفة في أمريكا وموجودة مش حال هادي من أيامات الحرب الأهلية في أمريكا، أي أكثر من 200 سنة، وكانوا معروفين بالعنصرية والعنف ضد أي واحد البشرة ديالو السوداء. مجموعة الأنونيموس قرروا باش يخترقوا الموقع الرسمي ديالهم، وطبعا اخترقوا الموقع ويسربوا اكثر من 350 اسم لاعضاء المجموعه وبزاف العناوين ديالهم وكل شيء. دارك ويب او الانترنت المظلم، كل شيء راه سامع به. المهم هو واحد القسم من الانترنت محجوب عن العالم كامل، صعيب باش توصله. بكل بساطه الدارك ويب مكان ديال كل شيء غير قانوني، فيه بحال بيع الاسلحه المخدرات استئجار قاتل، وفيه ايضا افلام اباحيه للاطفال. فالانونيموس قدروا يدخلوا ويخترقوا اكبر موقع لافلام اباحيه للاطفال، وقدروا يحصلوا على معلومات اكثر من 1500 شخص ونشروها على الانترنت. بطبيعة الحال الاف بي اي والحكومات ديال هذوك الدول غيعاقبوا الاسماء ديال هذوك الناس المفضوحين. سيونستولوجي، هذه ماشي كنيسه، هذا دين مستقل. هاد الدين عندهم معتقدات غريبه، كيامنوا ان البشر جاوا من الفضاء، اي الفضائيين جاوا حطونا والكره الارضيه غادي تدمر، واللي كيامن بهاد الديانه غادي يجيو فري بكري وغادي ينقذوهم، وغادي تقول شكون هاد الحمار اللي غيامن بهاد الديانه. ولكن اللي مآمن بهاد الديانة من المشاهير هوليود بحال طون كروز وترافولترا وبزاف. المهم في 2008 كثر الكلام على السيونستولوجي انهم كيديروا اشياء غير قانونية، وهنا دخلت مجموعة الانونيموس واخترقوا الموقع ديالهم والسيرفرات الكنيسة وشفروا معلومات سرية، ولكن ما نشروش هاد المعلومات. وهنا المفاجأة، نشروا فيديو ديال طوم كروز على اليوتيوب. هاد الفيديو كانت مقابلة ما بين واحد الصحافي وطوم كروز، وكان كيسألوا أسئلة على هاد الديانة، وكان طوم كروز أجوبة ديالو تافهة. Does he or she has the ability to create new and better realities and improve conditions? Being Scientologist, you look at someone and you know absolutely that you can help them. هاد الديانة مشاو رفعوا دعوة في المحكمة باش يتمسح الفيديو من اليوتيوب، وفعلا تمسح، والأنونيموس قالوا لهم جبتوا الصداع على راسكم. من بعد سربوا جميع المعلومات اللي كانوا محتفظين عليها. Hello, leaders of Scientology. We are Anonymous. Over the years, we have been watching you, your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature. All of these things have caught our eye. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. عبارات بيت، الأغلبية فيكم غيكون ما عارفش هذا الموقع. هذا الموقع هو السبب أنك تتفرج في الأفلام والأنيم فابور بحال اي جي بيست اللي مشهور عندنا حنايا، وكثر من 90% كيتفرجوا بلا ما يدفعوا حتى فلوس. في المصدر الرئيسي لجميع الافلام والمسلسلات والانيم وحتى الالعاب المهكره في العالم هو موقع دوبيرات بيت،
والمؤسسين ديال هذا الموقع سريين، حتى واحد ما عارفهم شكون ولا فين كيفتحوا هذا الموقع، في شركه الافلام والمسلسلات او الشركه السينمائيه الكبيره بحال نتفليكس. مشاو للمكتب الكوبي رايت اللي كاين في امريكان باش ياخذوا تصريح باش يسدوا هذا الموقع، وفعلا عينوا شركه ايبليكس وداروا هجوم في الموقع وفي الاخير سدوه. وهنا دخلوا الانونيموس. الانونيموس داروا هجوم ديال ديدو اس اتاك على شركه ايبليكس وعلى كل الشركات اللي عندهم دخل في هذه القضيه. Do not forget internet censorship and we do not forget free speech. We are over 9000. هذا الهجوم سبب خسائر تقدر بالملايين على هذه الشركات، وفي التالي وقفوا الهجوم ورجع خدم موقع. وبالمقابل انونيموس سحبت الهجوم وحتى لهذا النهار الموقع باقي خدام. فلولا انونيموس كنت دابا راك تسعى كونت في نتفليكس. We are anonymous and we are awake. We do not forgive and we do not forget. So expect us. يلا بيك.